طبعا الان احنا عملنا فيلا قاسم كاس ريتسي دي وردوش دي دورة ندوش ده شكل البيت من الخارج. يا في تحت غير النبي مو اثاث كل شيء 5 متر وفاصلة 7 ده اللي هو من عند المطبخ ورايا لحد هنا يعني اهلها يحبوك موجو بكلاوة كلاش بكلاوة لا انا مش عاوز انت عاوز تيجي بدك ابدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية لكم من هنا من مدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك الآن عندنا عرض إحدى سلسلة عروض فيلا عندنا فيلا قاسم فيلا قاسم داخل العاصمة سراييفو فيلا مرتبة فيلا مجهزة للسكن الفوري تسليم مفتاح ولكن قبل الفيلا لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وهل في لايك اليوم تقدر تعمله لي نكون لك شاكرين تعليق خفيف منك يشجعنا مفيش تعليق مش هتشجع يلا طبعا هي حدود الارض اهي عند الشبك ده شايفين الشبك ده الارض مساحتها 450 متر مربع مساحه ما هياش كبيره وما هياش صغيره قوي يعني ولكن يعني واللي انت احيانا المساحه انت بتستخدمها هي المساحه دي واحد يقول لك انا عاوز والله ارض 10000 متر لحد الاخر وتلاقيه بيستخدم المساحه دي المساحه الصغيره طبعا فيها ميزه وعيب يعني الميزه طبعا ان انت سهل استخدامها سهل الصيانه سهل كل شيء خدت بالك عيبها ان انت مثلا ما ينفعش تعمل مثلا ملاعب كبيره خدت بالك لا لكن يعني ما توقعش ان انت او الناس اللي بتيجي البوسنة اغلبيتهم عايزين ملاعب كبيره هنا في زي حمام خارجي دايما بيحطوا احيانا حمام خارجي او مخزن كده زي ما انتم شايفين المخزن ده بس هم لو يجوا مثلا عندهم بيزرعوا يضطروا يحطوا المحسوي هنا عشان ما يحطوش جوه البيت يعني ده شكل البيت من الخارج طبعا ده شجر تفاح وعندك كمثرى كمثرى قليل انك تلاقي في البوسنة واحد عنده كده شباك بالطول ده كده فده بيدي اطلالة جميلة صراحة وعند هنا الخدمات المية وكده زرعين دورة كتير من الناس دلوقتي بتزرع دورة طبعا ده طماطم لسه مستويه طماطم بس لسه خضرة تاكلها خضرة عادي والله يعني ممكن مخلل بس بحبها في المخلل ده بقى ده عارف ده 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 بقدونس ده ده بقدونس وهو حاجه يعني اكيد ده جزر 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 اهو بص عشان بس الناس تعرف طبعا احنا هنقول احنا هنقول للناس ان هم يسامحونا لا يا عم خلاص خلاص خليها خليها لا لا لازم الناس تشوف احنا بنزرع ايه خلاص راجل جاي خلاص ماشي بس هم ده ابو بعض من فيديو سناج لا بص الناس يعني زرعوا والناس سبحان الله يقول لك في ازمه غذاء وربنا مدي خيراتهم صح ولا لا ما شاء الله الاخت لازم تغذي ان شاء الله يا رب يبارك ننزل نغسلها بقى ونجربها نشوفها مسكره يا مسكر انت طبعا راجل شوف بالرغم ان هو الحديقه عنده 40 متر زي ما قلنا تقريبا نص دونم بس زرع كل حاجه ده ايه ده على اشتا اوفو خاسم فاصوليا 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 خضراء ما انا عمال اقول اجيب اسمها بس تعب ان انا عندي عمال اجمع الاس ده كده عنب عندهم وهنا ده ميه مره خارجيه
حاطين طبعا الباب زي ما انتم شايفين باب الفيلا حاطين له سلك عشان عشان الناموس. وهنا في جلسه خفيفه شويه مترو. الان طبعا مدخل الفيلا طبعا المدخل هنا هو حاطط الازاز ازاز شويه عاكس عشان محدش يعرف يكشف البيت طبعا من الداخل. باب الفيلا من ورانا اللي هنا مساحه دي مفتوحه بحيث ادخل اضاءه. حاطط الحبل بتاعنا هنا. شوف دلوقتي المدخل من هنا بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما ندخل اهو ما شاء الله البيت اول ما دخلنا يعني حسينا فيه براد، ده شيء كويس. هنا على اليمين عندنا غرفه ما شاء الله الغرفة اليمين جدا دلوقتي هي اسمها أساد. وفي عندنا هنا غرفة تانية وهنا غرفة تالتة. بعد كده المتر كده ده عرض الغرفة كام طالع عندنا تقريبا 3.6 متر. ده كده عرض الغرفة. دلوقتي هنشوف الطول قد ايه. ده كده العرض. شايفين الاطلاله بتاعت الغرفه؟ ممكن نفتح دي كده شويه. دي الاطلاله ما شاء الله الحمد لله. شايفين الاطلاله؟ شايفين الهواء؟ الهواء تشوفوه ازاي؟ مش هتشاف الهواء طبعا. دي هنا كده الياش في المنطقه اللي هنا واتجاه هنا كده سراييفو. ده الطريق السريع اللي هناك بس طبعا بعيد عنه. حدود الارض هي باينه من هنا السور وهذا السور دي حدود الأرض بالكامل. طب ما انت شايفين ما شاء الله حاطط رخام، ده شيء كويس. رخام من بره وحاطط من جوه الشباك ما شاء الله مرتبه. وحاطط الشطر بقى زي ما انتم شايفين حاطه جوه الشباك. ده طبعا ده بيزيد سعر الشباك. دي كده الغرفة الأولى خلصناها بالكامل. طبعا هو ما شاء الله الغرفة كبيرة يعني شوفوا ما شاء الله هو حاطط المرايات. ولو احنا اتكلمنا قبل كده في موضوع المرايات لو كان يحطها في الجهة اللي هنا أفضل عشان لما تكون انت نايم وتيجي تبص على المرايه تعكس لك الخضار. يبقى انت لو بصيت يمين تلاقي خضار وبصيت شمال تلاقي خضار. كنت راجل اخضر. ده كده حمام عندنا. كام الحمام ده يا باشا؟ ده كده طول الحمام عندنا 2 متر وربع تقريبا. العرض العرض كام؟ 1.5 متر. الحمام مساحته لا بأس منها. هذا هو تقضيها. دلوقتي نشوف الغرفه اللي بعد كده. نشوف عرض هنا قد ايه عرض الصاله. عرض الطوله دي طول العرض. ايوه بالظبط شفتوا العرض كده. شفنا غرفه وحمام. دي الغرفه الثانيه. دي الغرفه اللي كنا واقفين تحت وقلنا الشباك كبير. ودي الغرفه الثالثه على مبنى. هنا في مطبخ. هنشوف دلوقتي كام هنا العرض. ده عرض متر. احنا عايزين نشوف 48 تمام. والطول هنقيسه دلوقتي. دي كده الغرفة التانية. غرفة صراحة جميلة مساحة واسعة. شايفين دولاب كبير. ده كده طول الممر. خلينا نشوف نقيس الغرفة قد ايه. طبعا دي اطلالة الغرفة بالكامل ما شاء الله. نختار بالله اسأل الله يبارك يا رب. شايفين الشباك من فوق لتحت بيديك ازاي اطلاله ويديك واسع. طبعا المفروض اما يحطوا حمايه ازاز او حمايه حديد عشان لا قدر الله الباب ما يفتحش وحد يقع من تحت يعني. لكن انا استهلكتها بسيطه يعني. طبعا دي بتبقى جميله جدا وقت الشتاء تلج بره وانت عارف الدفع. العرض 3.5 متر. حطوا بالعرض تقريبا يعني. وهنا هنشوف بايرن كام؟ 4.85 متر. مساحة ممتازة. تخيلوا ده كده 4.85 متر ممتاز يعني. يعني تقريبا 5 × 4 الغرفة. طبعا لو تلاحظوا في تدفئة. والتدفئة طبعا هم هنا في المنطقة اللي احنا فيها في فضل فوجوتشا مش واصلين للغاز بس هم حاطين جهاز البارد. دي كده دي غرفة ولا صالة؟
ما شاء الله الأخ تربله الله يبارك له. دي الصالة مع المطبخ، بالرغم من الفيلا معيش ضخمة جدا، بس ازاي منظمينها كمان. نفسي اعرف الغرفة اللي ورا دي فيها ايه. ده جراج. ده جراج ورا. هنشوف بقى دلوقتي هي عرضة كام. اكتب العرض. مطبخ كامل اسكون فورا يعني. طبعا البيع بالاثاث كل شيء. 5 متر وفاصلة 7 ده اللي هو من عند المطبخ ورايا لحد هنا، يعني من هنا لهنا تقريبا. دلوقتي احنا هنقيس من هنا لهنا، هنشوف المسافة قد ايه. صالة جميلة. ونسوق من بعض 50. شايفين السجاد؟ بص السجاد ما شاء الله نضيف ازاي. شايف ال بص ام دي اف والباركيه. اسألوا الباب ده رايح على فين؟ ممكن نفتح نشوف؟ مش الفارة منها؟ لا أقول لك ماشي. تمام، حط لنا بقى واحدة هنا على سبيل كان بشب شو بين حضرتك بالعرض كده عشان نفسي في الكرسي. طب اسألوا بقى حسني على موضوع التدفئة دي. هو بلد يا الله جريانيا، بلد يا جريانيا جريانيا значи البلد يا نيه بلد درو اي تشومر. درو اي تشومر. طب انا شايف التوصيله واصله للحمام بتاع الميه اللي في الحمام. شايف وصل البلد بتاع الميه في الحمام. Ali može se na pelet, samo prijeđe se bojler. Bojler, jest veliki bojler za, za ovaj sprat, a ima i dole isto bojler za onaj donji sprat. Bojler li tahto vrdak. Ma i bojler. Yani ovo ili bi šegal te tfija, ovo šegalo al fahmo, al hatab. Ti radi za, ovo je grijani za drvo i... I struje, ja, drvo i... Ima struje. I struja, on je kombinovani. Znači, kombinovani. Hašab, on mungi ništa bi karab. Treta? Treta. Ja, bi hod fin ba al fahmo. تحت عندك. هنشوف لو تحت. تمام. اللي مش دول هو بيتش اذا بلا اذا اوجل. يا يا يا. في تحت. وهي طبعا نبي مو. يا بس نعم نعم عم نجي نستروي هو. طبعا التوصيلات طبعا ممتازه جدا بتاعت التدفئه. هو عامل بيت لنفسه. لذلك البيوت دي بصراحه من البيوت الجميله صراحه. يعني البيت لما يكون فيه تدفئه وكل حاجه ممتازه. كده احنا شفنا غرفتين نوم والحمام. طبعا لو تلاحظوا هو حط هنا ازاز. زي ما قلنا عشان يدي وسع، ولكن المفروض هو يعمله شفاف افضل، بس برضه هم يدي وسع. واللي هياخد البيت عاوز يغير الابواب يحطها ازاز يديك وسع افضل يكون ممتاز. كده احنا تقريبا خلصنا الطبخ الاول. كده هنشوف ايه يا حسني؟ تحت. الان الى الطابق الارضي. طبعا الطابق الارضي هو عباره عن نص دور. هم هنا بيسموه نص دور، لكن احنا ما عندناش حاجه اسمها نص دور، يعني مش ما عندناش في بلدنا موضوع نص دور ده، ان هو بيكون النص تكون الارض غالبا بيكون فيها زي ما انتم شايفين عدم المناسيب مش مستويه، وبالتالي هو بيحط جزء عشان يرفع البيت بحيث يكون مستوي معاك تماما. طبعا طبعا النص اللي تحت دايما اما بيكون ما فيهوش شبابيك او فيه شبابيك زي كده شبابيك صغيره، او بيكون حيطه مصمطه على حسب ميول الارض. لو انت تيجي من بره وتلاقي شباك في الطبق الارضي بالشكل ده تعرف انه نص دور، نص دور وفي مكان كويس يعني. ده جراج. نتفرج عليه. بص هنا تعالى بس اتفضل دي برضه ناخدها بالمره. يلا. وبعد كده هنخش على الشقه. في ايه هنا؟ هنا تدفئه. اهو دي وستها زي تشومر. تدفئه فبيجيبوا هنا الفحم هنا بيتحط هنا بيتخزن هنا. طب في نور ولا حاجه؟ يعني مسفيخ نعم لا مفيش نور نعم مسفيخ. طبعا بس ده مخزن كده سمو ده هو اذا جومر يلا او بدي جومر او ده تو ان رات ما بيتش تو بي تو مي بليز ده بقول لك هنا برضك يعني الفحم وهنا التدفئه او نفتح الباب على طول. هنا مش هنا بقى. ايوه هنا فوتش ده اوتر انت فيديو شغل لا خلاص لا يلا يلا خش بقى على الدور الضوئي. كده نخش بقى على الدور الضوئي. نروح نروح صح يا يا طبعا في الطبق الارضي زي ما انتم شايفين هو حاطين بتاع السلك عشان الناموس. طبعا ده شيء ممتاز جدا. انا ادخله راجل حساس جدا بيرتب حاجته بشكل مرتب. يا جماعه انا معجب بالسجاد جدا. شايف السجاد بتاعته ما شاء الله نظيفه ازاي. بسم الله. طبعا الباب حاطط باب كبير مش باب صغير. شوف كده شفنا عرض الباب كام تعرف. اول ما ندخل هنا في عندنا غرفة
وفي نور تاني وفي باب تالت ده الحمام. خلينا نبدأ بالباب ده. قد ايه عرض الباب طلع عندك؟ 94. طبعا الجزء ده فقط، هو لو فتح ده هيوسع. هات كده بعد اذنك. ده. انت بقيس كده كله يعني، فاهم؟ متر وعشرين تقريبا، متر 25. ممتاز. تشوف بقى هنا، ندخل هنا. وهذا حساس جدا، في حاجه نفتحها او حاجه ما نفتحهاش. ده كده الدور الارضي. طبعا دور ارضي بالرغم احنا الجو درجه الحراره بره دلوقتي 27 25، بس هو حاط بلاط، فمديه شويه بلاط، فمديه شويه بلاط. هنا وحاطط فيها التدفئة. طبعا دي التدفئة، وممكن تستعملها تحط انت هنا الخشب ده، بتاع الخشب مش بتاع الفحم. الفحم اللي احنا شفناه بره 4 متر 70 79 ده كده 4 متر 79. نشوف العرض هنا كام بتاع الصالة في الطابق الأرضي. ثلاثة 3.5 تقريبا، تقريبا كده. سبعة سبعة الغرفة هتشوفها كمان، بس في المطبخ. يبقى كده احنا عندنا اللي فوق بقى، يعني هو ما دام عندك صالة تحت يبقى انت تخلي كل غرف نوم فوق. المطبخ هنا كبير، مش مطبخ مش صغير يعني، وعندك حوضين، مساحة ممتازة. وهنا اللي بتطلع على الحديقة مباشرة. نشوف بقى الغرفة دي عندك. يلا الشجرة دي المفروض يحطها بره عشان الشمس تجيلها، طول ما هي كده بره هيقع منها. دي الغرفة، دي غرفة جوه الصالة 3 متر. اشوف ممتاز كده. نشوف العرض قد ايه بتاعها. 53 كده العرض، 53 كده، 73 73 كده. طبعا دي غرفة اهي كاملة. كده احنا لحد هنا شفنا 3 غرف في البيت، وصالتين ومطبخين وحمامين. دلوقتي هنشوف الباقي. طبعا هنا الباب زي ما انتم شايفين ازاز عشان يديك وسع ليه. اللي هنا الاضاءه، يعني انت شايف الاضاءه داخله ازاي الان من الشباك، دخل الاضاءه كان الشمس داخله عليك مع الباب ده. فانت لو كان عندك ازاز قلنا بيديك وسع، وخاصه في البيوت اللي هي تكون شويه ضيقه. البيت عمره قد ايه البيت يا باشا؟ البيت عمره قد ايه؟ دي هنا، دي هنا المخزن 3 متر ونص. مخزن 3 متر ونص. دي ثلاجة عنده. وهنا عندنا وسط المخزن. حاسب على البيت تحت رجليه الايه. شايف الاكل يعني. وهنا المخزن بيحطوه، طبعا بيحط فيه الاكل زي ما انتم شايفين. طبعا المخزن ده لو عايز تشطبه انت تشطبوه كده، بحيث يكون ممكن يكون غرفة، ممكن غرفة كاملة يعني. مفيش ده ايه ده هنا؟ اشتا اوفو ده كده. دي كده مكان التدفئة كله بالكامل. احنا كنا واقفين هنا من بره فاكرين؟ دي التدفئة، ده اللي كنا واقفين بره وقعدنا نقول هو قال المدخل من هنا فاكرين؟ ده الخشب اهو، ده المدخل، وده هنا مكان التدفئة. طبعا جهاز تدفئة دلوقتي الان عشان تعمل التوصيل بالشكل ده على كل البيت بالشكل ده ما لا يقل عن 15000 مارك. ما شاء الله لا قوة الا بالله. عرض المخزن 3 متر 65، والطول كان كام؟ اللي كنت قسته اول ما قسته 3 متر 50، 3 متر ونص تقريبا، نفس العمق تقريبا. دي طبعا ما فيش فيها مجال انك تعمل اي حاجه غير انها تكون زي ما هي وتعملها مخزن، ما ينفعش تحط فيها غرفه ولا تنفع تحط فيها اي شيء. طبعا دي فيها جهاز تدفئة. يبقى كده احنا خلصنا تقريبا الفيلا، فيلا قاسم بالكامل. فيلا قاسم عبارة عن 3 غرف نوم، وعندنا حمامين، وعندنا 3 مخازن، وعندنا كذلك حديقة كبيرة طبعا، وصالتين ومطبخين. فبالتالي ممكن نستغنى عن الصالة اللي فوق، ممكن تكون ساعتها بدل ما هي 3 غرف تكون 4 غرف. طبعا الان احنا عملنا فيلا قاسم كاس ريتسي دي وردوشلو دورانا دوشلو.
فيلا قاسم على السريع عبارة عن مساحة الأرض 450 متر مربع تقريبا، مساحة البيت تقريبا 180 متر تقريبا بالرينج ده. البيت بيتكون من 3 غرف نوم في الطابق، في كل طابق 3 غرف نوم هو تقسيمته الحالية، مع صالتين مع حمامين مع مطبخين. ممكن نستغنى زي ما قلنا عن صالة فوق، فبالتالي بدل ما هي 3 غرف تكون عندنا 4 غرف، أو ممكن تستغنى عن صالة تحت وتخلي الصالة اللي فوق. البيت فيه 3 مخازن، ممكن منهم مخزن تخليه غرفة. البيت موقع ممتاز استراتيجي في مدينة الوزراء، في نفس الشارع ده عندنا فيه ناس من الكويت ما شاء الله شاريين، وناس من السعودية وناس من الإمارات اللهم بارك، يعني كتير من الشخصيات المعروفة في الخليج ما شاء الله شاريين. دكتور الجامعة هنا شاري في الكويت، والجيران يعني في جيران عرب حواليك في نفس الشارع. أسأل الله يبارك يا رب، ويبارك لأخونا قاسم لما يبيع البيت، وأسأل الله يبارك للمشتري، وأسأل الله يبارك لنا في عمولتنا وفي الجميع. ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالمقطع محتاجينه اليوم، ولا تنسوا التعليق وكذلك التواصل معي أنا شخصيا على الرقم أرقام موجودة عندك في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايك لايك again. يش خلاص ليه ده؟ مرتاح من الفيلا؟ قبل المشتري يشتري؟ اللي هيشتري بقى سامحونا. اخونا ابو سامح اخذ حب يدوق المنتجات. حب يجرب الفيلا. الفيلا تمام كده؟ تنصح الناس تشتري؟ كده انصح الناس تشتري عشان في خيار خيار. اسمه ايه يا عم؟ جزر. جزر ايوه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شوف احنا دايما لما نخلص التصوير يا زلمة عينة مية بس انا مش عايز مية بس مية بس مية دايما كده بعد ما نصور يحبوا يضيفونا ويحبوا يكرمونا طبعا اكيد مش عشان سواد عيوننا لكن هما بيحبونا وبيحبوا العرب بصفة عامة ودي اهم ميزة في البوسنة ان هما بيحبوا العرب فده شيء ما شاء الله ممتاز جدا لذلك هنقول يا جماعة البوسنة من اجمل البلاد اللي ممكن تعيش فيها واجمل البلاد اللي ممكن تستثمر فيها واجمل بلاد انك انت تحبها وتحب اهلها واهلها يحبوك لا لا انا مش عاوز انت عاوز طبعا هو اسمه قاسم يعني اسم ما شاء الله طيب اسم عربي خالص مش عربي اسم اسلامي يعني.